هناك فيروس جديد يدعى فيروس كورونا، وهو المسبب لمرض كوفيد-19، ويعد من السهل التقاط عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم. قد تكون الإصابة بمرض كوفيد-19 حادة وتؤثر على عملية التنفس، وقد تسبب التهاباً خطيراً في الرئتين. من المهم أن تحموا أنفسكم وتحموا عائلاتكم وتحموا مجتمعكم. يمكن لأي شخص أن يصاب بكوفيد-19، والعديد من المصابين سيتعافون، ولكن الأشخاص الأكبر سناً أو من لديهم ظروف صحية أخرى هم أكثر عرضة لخطر إصابتهم بالمرض الشديد إن وصلت إليهم عدوى كوفيد-19. الأشخاص ذوي الإعاقات عرضة للإصابة كأي شخص آخر. عليكم أنتم وعائلتكم ومجتمعكم بأكمله منع انتشار الفيروس وتقديم الدعم لبعضكم البعض، ولكن ما عليكم نشره هو المعلومات. قد تنتشر الشائعات والوصمات المجتمعية في هذه الأوقات، مما يجعل الناس يشعرون بالقلق، لكن هذا المرض أمر يخص الجميع. يجب على الكبار في السن أو من لديهم ظروف صحية مسبقة أن يقوموا بما يلي: البقاء في المنزل والمحافظة على مسافة بينهم وبين الآخرين بقدر المستطاع لتجنب العدوى، البقاء بعيداً عن الأشخاص خارج منازلهم، غسل أيديهم بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة أكثر من 20 ثانية، أو استخدام معقمات الأيدي الكحولية. وإن شعروا بالمرض واشتبهوا بأنهم لربما يكونون مصابين بكوفيد-19، عليهم الاتصال بأقرب مركز صحي لهم للحصول على التعليمات. حافظ على صحتك، أحدث فرقاً.